عبر الهاتف للمزيد ينضم الينا دكتور وليد جبل الخبير الاقتصادي. دكتور وليد برحب بحضرتك الى هذه الجوله الاخباريه. بدايه لو تحدثنا عن اهميه هذه القرارات المتعلقه بالافراج الجمركي عن الكثير من السلع في هذا التوقيت الهام. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين، وبالتاكيد نحن نتابع اجراءات منظمه ومحكمه خلال الاسابيع الماضيه منذ اتخاذ اجراءات بشان تدبير العمله الاجنبيه ارتباطا بالكثير من الاتفاقات الاستثماريه، واتت قمتها مع اتفاقيه راس الحكمه، ثم اجراءات متعلقه بتطوير السياسات الماليه والنقديه، و كأثر أيضا من آثار تلك الاتفاقية وتوفر السيولة، نحن الآن نتابع الخطوات التنفيذية للإفراج عن البضائع والسلع الموجودة في الجمارك المصرية بنحو 1.3 مليار دولار. هذا الرقم يعني أصبح لا يمثل عبئا بالنسبة للاقتصاد المصري. أتطور أن التوجهات الرئاسية تأتي في وقت مهم جدا ونحن على أعتاب شهر رمضان، وهو الشهر دي نقطة هامة أيضا دكتور وليد. يعني يمكن دولة رئيس الوزراء في مفات حديث يتحدث عن أن الإفراج الجمركي هيكون لعدة سلع، ذكر السلع الغذائية، انعكاس ده على السوق المصري يا دكتور وإحنا يعني مقبلين على شهر رمضان؟ هو الحقيقة إحنا ابتدينا نشوف الانعكاس بمجرد يعني توقيع على الاتفاقية، حيث الكثيرين بدأوا يخرجوا ما يخزنوه من سلع ومنتجات، ولكن ياتي الافراج عن السلع الغذائيه التي تم التنويه عنها بمثابه دفعه مهمه للسوق من اجل توفير السلع. الاتاحه شيء مهم جدا حتى في الظروف السابقه، اتصور انه لن تكن هناك مشكله، ولكن توفر هذه السلع بكميات كبيره بينعكس بزياده المعروض، بالتالي مع زياده العرض فبتتجه الاسعار نحو الانخفاض. نعم نعم، أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وليد جابالة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة.